تحية وسلام جميع الإخوة والأخوات متتبعي قناة بيت الخياطة للأستاذ أبو لمع عزيز. الموضوع اللي درنا اليوم هو الموضوع اللي كنت درت معكم في الشهر كله ديال السروال كلاسيكي اللي درت معكم في الأونلاين مباشرة في تيك توك، الدروس اللي كندير معكم أونلاين في تيك توك إذا بالمجان. إذا الموضوع ديالنا كنت شرحته لكم في الطابلو على هذا الشكل في تيك توك في المباشر، وأنا درته دابا في الباترون بهذه الطريقة هذه. السؤال اللي مطروح، واخا غادي نطول الفيديو ونتمنوا تشاهدوا الفيديو حتى الاخر ديالو، راه فيه النصائح، وتلقاو الرقم ديال الهاتف ديالي اللي بغى يتواصل معنا ويدخل يقرا الدروس عن بعد. اذا الشرح علاش انا بغيت نناقش دابا هو هاد الجبالي هذا. استاذ، واش هاد صداع الراس كله اللي غادي نديرو، تهرس دراس كاس دو تيت، باننا غادي نديرو هاد الدرس استاذ اللي جا، غادي نديرو هاد القسمه وتعادل هذه القسمه وهاد الرياضيات هادو؟ لا، بالعكس، كنديرو تصميم واحد اللي كنخدمو عليه طول حياتنا، طول حياتنا. هاد السروال هذا الى جا الحدة راه اكس اكس ال، جا زويون، واو، ديك السروال اللي درتيها فاطمه جاني زويون، بغيت بحالو. ها هو كنحطو فوق الثوب، ها هو كنحطو فوق الثوب على هاد الشكل، ونفصل ندير 100 300 400 500، نديرو كباري الا صدق ليا. انا فيني في عدد كبير ديري ما عمرو يتسالى الباترون، ونديرو في كباري بابي كارتون اللي كنصحكم به ديما. مشكلة استاذ اللي كيقولوا الخياطات وبعض الخياطة والخياطة اللي هما ما كيعرفوش الباترون، وجاهلين الباترون. استاذ، واش ديما حنايا غادي نبقاو نديرو هاد القواعد الا جا عندنا زبون ونبقاو نديرو هاد كاستيت؟ بغينا حتى حنا الشكر بكر بن والشك بالشك والشكر بكر بك، نحط الثوب في الصال داخل في خارجه او جمع او طويل؟ لا، التزموا بالقواعد البنات. وهاد السروال هذا الا درتيه وجاك واسع وبديتي كتسنتريه تساليتي وجا الطوب، نفتقو ونحط باترون. والله العظيم الا هاد الحيله اللي كيديروا مجموعه ديال الخياطات اللي واصلين، اللي واصلين خياطه وخياطات. اذا انا درت هذا الفيديو هذا باش ننصحكم. اذا ما علينا الا نتوكلوا على الله باش غادي نعطيكم الدرس ديال هذا كقاعده وغتبقى عندك. استاذ راه جاني وسهل، جاني في لافورش هادي، جاني هادي، غتديري غرزه كبيره تتسالي الخياطه ديالك وفتق داكشي. وملي درتي لي ديغراداسيون درتي سنتراج وسنتريتي ونقصتي الزائد والفائض وهادي، ردي ف باترون ولا لو كاباغي اللي كنوريكم ديما. اذا غادي ندخل الموضوع، ونتمنى تكملوا معنا الفيديو حتى التالي. غتلقاو بعض لي فيديو غادي نديرهم لكم في اخر الفيديو، غتلقاهم في اعلى الفيديو ان شاء الله باذن الله، او صندوق الوصف، او في اول تعليق غتلقاوهم لتحت. اذا نتوكلوا على الله ونتمنوا نتوفقوا. وفي الاخير كدير هاد لي باترون ملف بحال هذا وكتخليهم من الداخل وكتعقلي على التاريخ ديالهم والسميه ديال البونطالون، بونطالون كلاسيك ولا شي حاجه. ولا كنتي بغيتي ديري في الكناش حسن، الا كنتي بغيتي تكوني مدرسه الخياطه ولا شي حاجه. وانا كنصحك ما تكونيش مدرسه الخياطه فيها غير كاستيت، شوفي القطاع الحر ديالك، ديري لي بروجي ديالك. اذا ندخلوا للموضوع باش ما نطولش عليكم والفيديو طويل في الشرح ديالو. اذا نتمنى تلايكوا معنا وتبارطاجيو معنا باش نوصلوا ل 100000 ابوني ان شاء الله باذن الله، ولكم جزيل الشكر. اذا تحيه وسلام جميع الاخوه والاخوات. الموضوع ديالنا اليوم هو موضوع ديال البونطالون كلاسيك اللي قدرت معكم في تيك توك. اليوم غادي نحطو لكم هنا في القناه في اليوتيوب ان شاء الله باذن الله، ولكن في اخر الفيديو ما تنساوش تشاهدوا الجزء الاول والجزء الثاني من لي بونطالون اللي عملت في الاسبوع الفارط. اذا بالنسبه لنا هذا الشهر غادي نناقشوا فيها لي بونطالون ان شاء الله، يعني نتوفقوا فيها باذن الله. اذا غادي نطلقوا العمليه في القاعده اللي كنديروا ديما في الباترون، كنخليو 4 سنتيم هنايا على هذا الشكل، او 5 سنتيم حتى 6 سنتيم الهامش بما يسمى الهامش. غادي ندير 6 سنتيم على هذا الشكل و 6 سنتيم 6 سنتيم على هذا الشكل، ونتراسي خط مستقيم على هذا الشكل هذا. نلاحظوا وغادي نشد من هنا لهنا، نخلي مثلا 10 سنتيم ولا 20 سنتيم، ولكن في الدروس اللي كنعطيكم في تيك توك في المباشر كنقسم هذا على اثنين. اللي بغى يدخل معنا التيك توك ابو لمع عزيز ودخل مباشره. اذا غادي ناخذ هنايا مثلا نعمل في هذه البلاصه 14 سنتيمات، 14 سنتيمات باش يكون عندي خط مستقيم على هذا الشكل هذا. إذن 14 سنتيمتر في هاد الخطوط
هادو يعني هاد الخط كيشكلنا خط الطول والثاني خط الحزام على هاد الشكل هادو هما اللي غادي نبنيو بهم الموضوع ديالنا ان شاء الله باذن الله. اذا كما كتشوفوا غادي ناخذوا دوره الارداف بوميه وغادي ناخذوا دوره الارداف بطريقه عاديه واعتياديه، ما غاديش نشدوا ليها اليدين، ما غاديش نديروا الطريقه اللي كندير معكم كنشدوا يدينا وندوروا على هاد الشكل، غادي نديروها سيغ ميزيو سيغ ميزيو، ما غاديش نضيفوا لا فالور لا كوتور تنضيفوها في الباتروناج. اذا هكذا على هاد الشكل شدينا لها على هاد الشكل في الارداف لي هونش لي هونش لي هونش، لقينا في لي هونش ديالها 120 سنتيم، كم وجدنا 120 سنتيم مقسومه على 4 كم تساوي 30 سنتيم، نخليوها جانبا. اذا لقيت 30 سنتيم دوره الارداف، غادي نشوف الطول شحال عندها. الطول الكلي ديالها 90 مثلا، اذا في الطول بتحديد الطول كاين عندنا ثلاثه العبارات، كاين عندنا حزام على الابد وحزام طيباس والوسط، هي ثلاثه تبقى لاختيار الزبونه. اذا الطول ديال هذه 90 سنتيمتر، غادي نحدد مباشره الطول ديالي عاد نكمل معاكم. اذا هاد 90 هو طول السروال، هذا هو طول السروال، شوف. اذا مثلا 90 سنتيم هي هادي، غادي نشد ندير زاويه قائمه وندير فيها العدد ديال تور دو باسان، داكشي اللي عندي في الباسان لو ان كاتخيام، 30 اللي خرجت ليا قبيلات هي اللي غادي نديرها هنا وهنايا. على هذا الشكل، إذا بعد ما درت الطول ديالي على هذا الشكل ودرت 30 سنتيم و 30 سنتيم، غادي ندير مربع العمليات، غادي ندير مربع العمليات، مربع العمليات هو اللي عندنا فيه قلنا ناخذ هذا باش نوصلش الباترون 120 120 مقسومة على 4 الربع ديال البونطالون هي 30 سنتيم، هو اللي غادي ندير به مربع العمليات. ثلاثين على هاد الشكل هذا، وغادي نشد ونقسم هاد الخطوط المتساوية هاد لي دو لين باراليل خطين متوازيين نقسمهم على اثنين على هاد الشكل، هي هذا يساوي هذا، على هذا الشكل. غادي نجيو دابا للقاعده ديال الفرش ديال لو دوفون، القاعده ديال الفرشه ديال الامام، السراج الامام. اذا القاعده ماذا تقول؟ 30 اللي خرجت لنا هنايا ودرناها هنا ودرناها هنا كذلك ومثال، 30 مقسومه على 5 هي قاعده مقسومه على 5 تساوي 6 سنتيم، اذا هاد 6 هي باش غادي نخرج هنايا. إذا الطريقة اللي درت معكم في تيك توك هي 6 سنتيم، وجيت لهنا ودرت 6 سنتيم، إذا الطرق أكاديمية. ناخذ البيستولي ديالي أو البيروكي معرفتش سميتو، إذا وغادي ندير هكذا بهاد الطريقة. غادي ناخدو طول الركبة، إذا غادي ناخدو هذا طول الركبة بعد ما حددنا لا فورش ديالنا ديال 6 سنتيم هنا 6
قلنا 6، راكم عارفين الطريقه باش جبناها. غادي نشوف الطول ديال الركبه ديالي، الطول ديال الركبه لقينا فيها مثلا طول 64، 64 هذا اللي كنا اتفقنا عليه في تيك توك، 64. ودوره الركبه، دوره الركبه 46، دوره الركبه 46. اذا طول ديال الركبه هو هذا. غادي نوضع الطول ديال الركبه ديالي 64، اذا هذا الطول ديال الركبه ديالي. حددت الطول ديال الركبه ديالي فيه 64 سنتيم. دوره الركبه 46، 46 46 مقسومه على 4 عطاتنا 11.5. غادي ناخذ 11.5 من هنايا، غادي ناخذ 11.5 من هنايا و 11.5 من هنا على هذا الشكل. غادي نلاقيو هاد النقطة مع هاد النقطة هادي. كما كنقول لكم هذا ما كنستعملوش، هاد الفوقاني ما كنستعملوش الا بغينا نديرو هاد لوبيراسيون ديال الكدايه باش ما يجيناش داير هنايا، كنستعملوه في بعض المسائل على هاد الشكل هذا. لاحظوا انتوما، لاحظوا على هاد الشكل ها هو. وناخذ لغون ديالي بهاد الطريقه على هاد الشكل، ونجي لهنا نقلب هذا، قلبته على هاد الشكل، ونجي نفس العمليه. ما خدامينش حنا بهذا، ولكن هنا كتتضح ليا الرؤيه، ما نجيش نديرها هكذا، ولكني غادي ندير هنايا على هاد الشكل هذا، وندور بهاد الطريقه على هاد الشكل هذا. لاحظوا اذا هنايا في السراول اللي دوزت لكم الاول والثاني فهاد لي كوليكسيون اللي كنديرو في البنطالون فهاد لو موا سبتمبر اكتوبر، قلت لكم هذاك اللي فيه هنايا ما يمكنناش نفوتو واحد العدد، غادي ندير لكم الفوق باش تراجعوا في اخر الفيديو. ما يمكنناش الا لقينا 30 وقسمناه على جوج نديرو 15، هنايا هي اللي تجينا، ما يمكنناش نقللو من اكثر من 15، نديرو 14 ولا 3 في التحت، لانه اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، غادي يجيك مقلوب وكذا ومفتول. عندنا جوج طريقات اللي هما خطار، اللي كيجينا فيهم البنطالون مقلوب هنايا على هاد الشكل هادي اللي كتدخلي بها بزاف هنايا، وحده عاوتاني ملي كتخيطي وكيكون تفاوت ديال لو دوفون مع لو دو في الخياطه وكتقطعي هكذا كيتفتل ليك السروال. اذا هنايا غادي ندير في البالما كلها في دوره فم الرجل 32، 32، 32 مقسومه على 4 هي 8 سنتيم. غادي نجي لهنا وندير 8 سنتيم، 8 سنتيم على هذا الشكل، ونشدو على هذا الشكل. في حاله الا كان كولون راه كندير هادي، شوفوا الا كان كولون كندير هادي وكنحيد عاوتاني هادي. من بعد غادي نجيو هذا الموضوع، وراه في القناه كاين الكولون على شتى الانواع ديالو. اذا قربنا نوصلوا ل 1000 حلقه، بقى فيها شي 4 ولا وقيلا وصلنا لها. لاحظتوا نجي لهنا ندير ديغراداسيون ديالي بهذه الطريقه هادي، باردون لا غادي ندير بهادي، ما تزعموش ديروا بهاديك لانه ماشي كولون، بونطالون كلاسيك هادي كنديروها في كولون باش يجينا لاصق، لان هذا المنتصف كنقسمو وكندخلو بواحد الطريقه اخرى اللي هي طريقه علميه على هاد الشكل هذا، وكنحاول هذا نديرو غون بحال هكذا على هاد الشكل هذا. اذا هنا 8 وهنا 8، اذا في لقيتو السادات 8 دوره فم الرجل 32 مقسومه على 4 عطاتني 8 8. اذا لحد الان مفهوم، هذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا. غادي نناقشوا الحزام الان، غادي نناقشوا الحزام. فالنقاشات اللي دخلنا فيهم هاد الشهر ما كناش ناقشنا الحزام، ولكن دابا غادي نناقش الحزام. لاحظوا معنا في دوره الارداف عندنا 120
ولكن في تور دو تاي عندنا 80 الفرق. هنايا عندنا جوج لي تاي ال والام والاكس وبزاف المسائل. اذا لاحظوا معنا عندي لامومي هاد لاتاي ديال لامومي. اذا هاد لاتاي ديال لامومي هنايا ما كاينش الكرش وهنايا الباسا كبير. طاي زوينه ديال ايزابيل تايلور هنايا مانكا. هادي ديال لامومي فهاد الفراعنه هما حيت مصممين الازياء كيبغيو هاد لاطاي. وهادي الروم. اذا عندنا الفرق ما بين لي تاي. هنايا الكرش خاويه وهنا الباسه. هذا كنت غادي نتجنب هذا الموضوع هذا، بغيت نعطي القاعده ديال المبتدئين، ولكن حنا فيها عن طريق الصدفه في التيك توك. الاخوات قالوا لي دير هذا في القناه وغادي وانا تنديرو في القناه دابا باش نشرح لكم. اذا الفرق ما بين هذا وهذا راه تقريبا 40 سنتيم. الا نقصنا 120 من 80 غتعطينا 40 سنتيم. اشنو غادي نعملو؟ غادي ناخذو 80 قسمناها على 4 عطاتنا 20 سنتيم. هنايا قسمناها على 4 عطاتنا 30 سنتيم سيركات. اذا غادي ناخذو 30 سنتيم الربع ديال تور دو باسان ديال الارداف ناقص 20 سنتيم تعطينا 10 سنتيم. 10 سنتيم غادي نقسموها على 3. منين جبتي لنا استاذ 3؟ ستوب ستوب ستوب، شرح لينا 3. عندنا 3 النقط اللي غادي يكونوا فيهم لي بينس، وهذا معترف به دوليا ملي كيكون عندنا لاطاي ديال الباسان كبيره بزاف على هنايا. وفي لا فورمولوجي ودراسه الجسم اللي عندها البطن اللي حاملها، وهذه 37 سروال درت لكم في هذه القناه هذه، نتمنى تبحثوا فيهم وتبحثوا في تصاميم الازياء اللي درت معكم ولي كروكي وبزاف المسائل. اذا بالنسبه لنا عندنا النقطه الاولى هي هذه، النقطه الثانيه هي هذه على هذا الشكل 2 1 3. هاد 3 هي اللي كتشكل لنا المنطقه ديال لي هونج الحساسه اللي عندنا فيها النفوخيه، وخصها تجينا جميله ورائعه. هانتوما لاحظوا معايا هنايا فين كاينه ديك لي فيس خارجين لنا بزاف. اذا اشنو غادي ندير؟ قسمنا على 3. النقط اللي عندنا هنايا هي 3.3. هاد 3.3 انتقل لهنايا 3.3 ضفت ليها واحد. هذا واحد قاعده في هاد لاطاي هادي، هي تساوي 4.3. 4.3 4.3 غادي نجيو ندير 4.3 هنايا. 4.3 درت 4.3 هنايا، لان هنايا هاد لابانس اللي كتكون في الكوتي كتكون كبيره. غادي نجي مباشره هنايا. بالنسبه للبنات اللي قراو في المدرسه ولا في التكوين كنطلعوا بسته هنايا، وهادي راه ديال المونطون. انا ما دايرش المونطون، انا داير غير عادي خياطه عاديه نورمال. من بعد نهضروا على داك الموضوع. غادي نشد بحال هكدا، قلت لكم هاد الراس كنخليوه ابار كنخدموا به صوالح اخرين، وغادي نشدو كنخليوه جانبا وكنشد بهاد الشكل هذا وكندور لهنايا. اشنو درت؟ درت هكدا من هاد النقطة لهاد النقطة ودرت 4.3 هنايا في لابانس ديال دغوا فيل ديال لافليور ديال لاكاسيور كنديرو 1.5 متفق عليه دوليا في تصاميم الازياء. اذا غادي ندير 1.5 من هنا و 1.5 من هنا فهاد لي طاي هادو كنديرو 0.3. المهم هادي غير بار استيماسيون باش ما ندخلوش عاوتاني المسائل العمليه ديال الرياضيات ونزيدو عاوتاني نربكوكم. اذا 1.5 متفق عليه دولي. اذا عندي من هنا لهنا 30، من هنا لهنا 30 مقسومه على 3 هي 10. 10 سنتيم زائد واحد، هاد واحد هو باش كنخرج اسكال ديال لابانس. ملي كنكون خويطه في تي بي في ترافو رياليزي، ملي كنكون مشيت نخدم، ملي كنخرج في لابانس كنخرج زيرو هنايا. اذا شحال غادي ندير من هنا لهنايا؟ 10 10 10، ومن بعد عاد غادي نضيف واحد. اذا هذا يساوي هذا، هذا يساوي هذا، وغادي نضيف سنتيم هنايا. من هنا لهنا رجعت عندي العدد 11 سنتيم على هذا الشكل هذا. وغادي نشد وندير هكذا لي بانس ديالي، وهذه لا بانس على هذا الشكل هذا.
شحال دابا غادي نديرو العمليه الاخرى اللي هي علاج الشكل باش ما نكتبوش هنا لحقاش غادي ندخل هنا باش ندير الخلف. غادي ناخذ مثلا 1.5 زائد 1.5 هي 3 زائد 4.3 4.3 هي شحال؟ هي 7.3 حسن جدا. اذا شحال عندنا حنا 10. اذا 10 ناقص 7.3 هي 2.7 2.7 هاد 2.7 اللي خرجت لي في الريزولتا الاخيره هي اللي غادي ندير من هنا 2.7 على هاد الشكل. اذا شحال دار الاستاذ هنا 2.7 اللي خرجت لنا بالعمليه الحسابيه. غادي نشد وندير هكذا بهاد الشكل هذا على هاد الشكل هذا. لاقيت هاد النقطه مع هاد النقطه هنايا تيكون عندنا هاد الدخيله هنايا في الامام. كتكون عندنا واحد الدخيله هنا في الامام باش يعطينا السروال طالع وما عندناش تخنشيش في لابراكيت. اذا شنو غادي نعمل؟ غادي نشد 1.5 غير باش كنحفروا. هذه متداوله، هذه لابانس اوفال على هذا الشكل هذا، ونشد البيروكي ديالي على هذا الشكل او بطريقه اخرى كتكون متضحه ليا لان هذا يوازي هذا في البيروكي. ونشد من هنا لهنا ونعمل هكذا. لاحظ شنو دار الاستاذ من هذه ديال لابانس، هذه ديال لابانس، هذا الخط هذا هو اللي كيعنيني بالامر. اوكي سي بون، دابا غادي ندير لابراكيت ديالي فين كتلصق السنسله. لابراكيت فين كتلصق السنسله غادي ندير زاويه قائمه لونغل 90 بهذه الطريقه هذه ونخرج بربعه. هاد ربعه ديال لابراكيت اللي كنديرو خصكم ديروها ديما. غادي نطلع ل 1.5 بالنسبه حتى للاطفال 4.5 ونشد بهاد الطريقة على هاد الشكل هذا. إذا هذا الكونستريكسيون ديال لو دوفون ما بقالياش. لاحظوا هذا ما بقالياش، هذا اللي بقى ليا، هذا اللي بقى ليا في البنطالون ديالي. إذا بهاد الطريقة غادي نكون تجاوزت الأمام هذا لو دوفون ديالي. دوفون هذا الامام. اذا غادي نحاولوا نديروا كونترول للسروال ديالنا مثلا بحال هاد لابوس، هاد بقلاء او هاد النفوخيه هنا، نحاولوا نعملوها بديغراداسيون بهاد الشكل هذا على هاد الشكل. ولكن هاد السروال ما غاديش ديري مباشره في يوتيوب اللي هو باهي الثمن، تديري في يوتيوب ديال 10 درهم ولا شي حاجه كتبت تجريبي كتجربه. من غادي تلقاي المشاكل غادي ديري الروتوش وديري بزاف د المسائل. مازال غادي نتناقشوا هذا الموضوع هذا ان شاء الله. اذا هذا الامام ديالنا، اذا الامام ديالنا يمتد من هذا الشكل على هذا الشكل على هذا الشكل، الشكل على هذا الشكل على هذا الشكل وعلى هذا الشكل وعلى هذا الشكل وعلى هذا الشكل. في الاخير غادي ناخذ القلب ديالو ان شاء الله باذن الله بما يسمى الكباري باش اي وحده جات نديرو لها. اذا غادي ننتقلوا للخلف ديالنا. في الخلف ديالنا غادي ناخذوا مثلا من هنا لهنايا 2 سنتيم، من هذه البلاصه 2 سنتيم 2 سنتيم الخياطه هذا اللي عندي في الكوتي 2 سنتيم على هذا الشكل 2 سنتيم على هذا الشكل. اذا اثنان سنتيم اثنان سنتيم على هذا الشكل هذا. وهذا المكان نفس الشيء حتى هو غادي ناخذ 2 سنتيم وغادي بها على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل باش يجيني هذا 2 سنتيم توازية مع هذا الخط الرئيسي على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل بحال هكا الرسم على هذا الشكل. ونجي لهنايا حتى هو 2 من هنا لهنايا، نجيب هذا من الأحسن نديرها هكذا باش تكون عندي الرؤية متضحة لهنايا على هاد الشكل، هاد الشكل. نجي حتى هنايا من هاد لالين، من هاد الخط هذا اللي مائل على هاد الشكل،
2 سنتيم و 2 سنتيم. انا غادي نوريكم هنايا. اذا بور تروفي لا فورش ديال هنايا، الفرشه ديال هنايا اشنو المعمول، كناخذوا 30 اللي هي الربع ديال دوره الباسان مقسومه على 2 كتساوي 15 سنتيمتر. 15 سنتيمتر ناقص 2 كتعطينا 13 سنتيمتر. اذا غادي نخرج من هنا لهنا ب 13 سنتيمتر، 13 سنتيم، 13 سنتيمتر من هنا لهنا، ونطلع من هنا لهنا لهذا الخط 13 سنتيمتر، وغادي نخرج ب 2 على هذا الشكل، 2 على هذا الشكل. اذا لاحظوا هنايا دخلت ب 1.5، غادي نجي للخط اللي بنيت به ونطلع ب 1.5، صافي دير طلعنا في المجموع ب 3 في لي ديغراديسيون، الفرق ما بين القدام والوراء 1.5، ونخرج ب 2 على هذا الشكل. هذا غادي نجيب البيروكي ديالي هذا على هذا الشكل، او البيستولي نحاول نلاقي لي كوان ديالي على هذا الشكل. لاحظوا جبت داير على هذا الشكل هذا، لقيته من هنا. وشنو غادي ندير؟ نفس الشيء بهذا، نفس الشيء بهذا، غادي نشد على هذا الشكل هذا بالعكس بلاتي غادي نلاقي بهذا الشكل هذا. اذا طلعت من هنايا لهنايا ب 1.5، وطلعت هادي خرجت جوج جوج، وعملت هكذا على 2، وجيت الاثنين ديالي على هاد الشكل هذا. غادي نجيو لهنايا وغادي نديرو 3، اما هنا 2. علاش استاذ درتي 3 هنا؟ علاش الكتاب تيقول لنا علاش الاستاذه ديالي قالت لي دير 3؟ لان رجل هنايا كتحرك، خصها لا سوبليس، خصها الراحه، خصها بزاف المسائل. إذن غادي نشد ونعمل 3 سنتيم ديالي بهذا الشكل هذا، ونجيب البيستولي ديالي كما قلت لكم يعني دو بريفيرابل نديروه كذا باش يتضح لي الرؤيه هنايا، باش تكون عندي الرؤيه متضحه هنايا. ملي درت كذا ما كنشوفش شنو غادي ندير، غادي نعمل هكذا ما نحاولش نبالغ على هذا الشكل. الا لاحظتوا راه معلموا التلميذات بين ما يديهم خدات الايقاع، ونشد من هنا لهنايا 2 سنتيم بهذه الطريقه هادي على هذا الشكل هذا. ها 2، ولاقيها من هنا لهنايا بهذه الطريقه على هذا الشكل. لاحظوا وندير هنايا هذه القضيه هادي باش ما يجينيش مبوط ولا منفوخ ولا. اذا غادي تشوفوا عندي دابا هذه الطريقه هادي. غادي نشد المقاس من هنا لهنايا. بعد الاخوات كيهبطوا من هنا لهنا بواحد سنتيم ولا لا، حتى هذيك الطريقه كاينه، ولكني من بعد نشرح لكم الاسباب علاش داروا هبط بسنتيم واحد. غادي نشد العبار اللي عندي هنايا، غادي نحاولوا نديروا هنايا. ديك الطريقه راه صحيحه، ما كنقولوش حنايا خطا. اذا 82، وغادي نشوف واش عندي هنايا 82 كذلك ومثال، باردون ماشي 82. اذا غادي نحاول نديرو كذا بلاتي، سمحوا لي 62 اونص، 62 اونص. غادي نشد بحال هكذا وندير 62 اونص على هاد الشكل هذا، ونجي غون على هاد الشكل. إذن غتكونو فهمتو دابا أشنو هي هاد الهبوط هي اللي كتهبطو من هنا. هاد العدد هو اللي كيحددها لنا، ولكن في الحقيقة أن هاد العدد هذا كنهبطو بسنتيم، ولكن هذا كنشربوه ملي كنكونو دايرين لونسومبلاج ديال لونتر جومب. من هنا لهنا كله كيدخل، قلبو السراول ديالكم وبالأخص بلوجين. إذن أشنو بقالنا؟ بقاتلنا لابانس. هاد المسافة هنايا من الخط البناء اللي درنا على الهامش مقسومة على 2، مقسومة على 2، هذا بدون زيادة مقسومة على 2 15 سنتيمتر، 15 سنتيمتر، ما غاديش نضيف فيها سنتيم. وغادي ندير من هنا لهنا هاد 1.5، غادي نلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة اللي بالأحمر، اللي بالأحمر، غادي نلاقي النقطة اللي في الأسود ديال 1.5 ديال الأمام اللي هي درت من الأول على هاد الشكل، ولاقي
هادي على هذا الشكل، ولكن نطلعها حتى الفوق. اذا من خلال التصميم الهندسي كيبان لنا الامام والخلف. ان واضح لنا الخلف دو الخلف. اوكي، غادي ننطلق للطريقه الثانيه. كيفاش غادي ناخذ هذا الشيء هذا اللي كديرنا عن طريق بيردة او على طريق الاكاديميه؟ اوكي، انا غادي نجمع وغادي ناخذ الامام وناخذ الخلف باش يبقى لي هذا الباترون ليا ديما. اذا لاحظوا معايا، وهذا الباترون هنايا اللي بهذا اللون هذا، والكارتون ولا روليت. هاد لا روليت راه متوفره عند ميرسوري بائع لوازم الخياطه. يعني انا غادي ناخذ الخلف ديالي بهذه الطريقه هذه، هذا الخلف. اذا قبل ما نهز ونفصل هذا على هذا تنتقن واش يعني كلشي المسائل مريقله صافي، ولكن هنا غادي نحددو بهكذا الخياطه. خصي في المونتاج خص تلقى لي هذا ديال الامام مع ديال الخلف. هذا دو الخلف. ديالنا بهذا الشكل هذا في الباترون، ماشي في التوب. المونتاج ديال السروال غادي نوريه لكم فيديو اخر، غادي نوريه لكم هذا الخلف ديالي. اذا هذا الخلف هذا غادي نهزو، نجيب باترون اخر باش نهز الامام ويبقى لي هذا كدرس. اذا غادي نوضع هذا على هذا الشكل. اذا الامام ديالي غادي ناخذو على هذا الشكل. لاحظوا معايا، الى ما فهمتيش عاودي الفيديو. هانتوما الامام على اذا نشوف ياك ما نسيت شي حاجه. لابد نشوف واش نسيت شي حاجه ولا لا. اوكي، اذا هذا هو الامام ديالي. Thank you.
اذا بالنسبه ليا هذا هو الامام ديالي. لاحظوا هذه هي لابراغيت اللي قلت لكم اللي غتلقاو في السروال ديال المونتاج. اذا هذا الامام. غادي نجيب الخلف ديالي بهذا الشكل ونوضعو على هذا الشكل. اذا الخلف ديالي هو هذا على هذا الشكل. اذا غادي نوضعهم جانبا تنفصلهم ونشوف كي دارت السروال وداكشي. من بعد كيجيني السروال هو هذاك جميل رائع. لبستو انا، لبساتو اختي، لبساتو هادي، لبساتو هادي، جا زوين. نهار كتبغي شي وحده كنحطو في ملف على هذا الشكل، كنجمعو في ملف. ملي كتبغي شي وحده كنقول ليها واخا نهار الاربعاء جوج جاي، وكنهز الباترون ديالي وكنحطو في التوب كيف ديما كي كنوريكم في القناه ديالي، وكنفصل به. كيبقى ليا هنا ديما. دابا السؤال اللي مطروح، استاذ واش ديما اللي جات نبقى نقول ليها وهذا لا هو عندي صافي، هذا نخدم به طول حياتي، هذا نخدم به طول حياتي. كيفاش استاذ طول حياتي؟ دابا السروال قيسات اختي ولا شي حاجه وجاها زويون، نجبد هذا الشيء ونحطو فوق التوب، ويمكن ليا نحطو فوق 100 توب وندير هكذا ونبدا في المشروع ديالي. اللي كملوا هذا الفيديو، اللي كملوا الفيديو غادي يسمعوا هذه النصائح مزيان. نديروا فوق 4 تواب ولا 5 ونقطع بالموتور سيزو الكتريك ولا شي حاجه بحال هكذا. اذا هذا هو الدور ديال الباترون والهندسه ديالو والتصميم، يعني رائع رائع وكنشجعكم عليه. ونصيحه مني لكم، اذا ما تنساوناش باللايك والاستفسار. اللي بغات تستفسر شي حاجه ولا شي حاجه ما تنساش تكتب في الكومونتير اشنو بغات. اللي بغى ينضم للمدرسه ديالنا مرحبا به والف مرحبا. مدرسه عزيز ابو نعمان للخياطه العصريه والتقليديه والموديليزم، مرحبا بكم والف مرحبا. رقم الهاتف غتلقاوه في اعلى الفيديو. ما تنساوناش باللايك والتعليق الجميله ديالكم، وما تبخلوش علينا باللايك. واللي ما ضغطش على الجرس يضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد ان شاء الله، وبارطاجيو معنا باش نوصلوا ل 100000. ولكم جزيل الشكر. اذا ما بقى لي الا نودعكم الى اللقاء في درس قادم ان شاء الله. ما تنساوش تشوفوا هذا الفيديو اللي كاينين في اعلى الفيديو، الجزء الاول والثاني، وغتلقاوهم في صندوق الوصف وفي أول تعليق إن شاء الله بإذن الله. إذن أستودعكم في أمان الله وإلى اللقاء.